Take it easy, I hoist. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا ام ادوار اتفضلوا اقعدوا اول تختي. لا 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 لا، I'll sit in the back. إيه ده؟ In the back. أنت وشوقك إن شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس بالهنا والشفا. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. أنت فصلتني. أنا أفصلك؟ ده أنت ابن الوزير. ده أنت اللي هتفصلني. You take drugs as well. إنجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. لا ده انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل في رومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التيره على زرع بصل ده يا رب. نادرين علي يا رب، لو كنت ذابح ارنب بفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش. عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكسو. نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايته حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دست جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. يا رمضان ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه؟ يا نهار مش بايت عليا وعلى اختي. اوعى انت يا رمضان.
معه الاوائله. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترع بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولا لم ده الجزم. كمل. يستطيع فيرب مدرمة جلوب. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ولا بس الفعل بقى فيرب. الولد الماشي بيتضرب، اكسروا الباب. عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلى مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الواله ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني بيني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفضوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفض وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امان عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامان عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامان عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية أخلو سمعت يا معالي الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعدة أبصي. إلهي ما وعروح، إلهي هتشلي وقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، إلهي يدهسني قطره يفرق كل حتة فيا في حتة، إلهي يدب فيا داء النتالي والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك. أنت اللي ضربت ابني. لا مش أنا، مش أنا، هي دي هي دهي. لا تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافئة؟ يو يو داريو. الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. أوعى تكون فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا أخويا، تعالى أقف قدامي هنا. تعالى يا فندم. تعالى هنا. أوكي، دونت تاتش. دونت تاتش. دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا اخوي، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخوي. انا وان كنت الاخير زمانه لات بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اتت جزم. ايوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب
فيرب تاني؟ خلاص فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب يعني انا مدرسة لغة عربية ولا لغة انجليزية؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولد بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير، انا مش قادر اصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير انا محتاج الاستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ايه رايك يا استاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس انتوا فاجئتوني.